بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الفرقة الرابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان المحاضرة النهاردة السباينال أنالجيزيا. إيه السباينال أنالجيزيا ديت؟ زي ما احنا عارفين إن الريجنال أنالجيزيا أو الريجنال أنالجيزيا ديت تخدير منطقة معينة في الجسم. في منها أنواع كتير، الزملاء اتكلموا عنها في محاضرات سابقة، كمثال البري نيورال انالجيزيا او النيرف بلوك، وهنتكلم عنه في العمل برضك بالتفصيل. النيرف بلوك بتاع الهيد وبتاع الليمب، وخدته في محاضره سابقه النيرف بلوك بتاع الترانك اللي هو البارا فيرتبرا انالجيزيا. النهارده هنتكلم عن السباينال انالجيزيا وسبيشالي الابيديورال انالجيزيا. السباينال انالجيزيا يعني ايه؟ سباينال انالجيزيا او سباينال انالجيزيا، كتير مننا يقول لك ده راعي عمل عمليه وعمل تخدير نصفي في العمود الفقري. طب ايه ده؟ هنتكلم عنه النهارده، ان احنا نعرف يعني ايه سباينال انالجيزيا او سباينال انستيزيا. ده عباره عن انجكشن اوف لوكال انستيك انالجيزيك سوليوشن انتو سم بارت اوف سباينال كانال which come in contact with spinal nerves. يعني انا بحقن اللوكال انستيزيا جوه السباينال كانال تبقى كونتاكت مع السباينال نيرفز. هنتكلم دلوقتي نقول السباينال نيرفز ديت السباينال كورد بيطلع منه سباينال نيرفز. السباينال نيرفز ديت بتغذي سواء تغذيه عصبيه او حركيه لبقيه اجزاء الجسم في اماكن معينه بحسب خروجها من السباينال كانال. تخدير السباينال نيرفز دي lead to temporary paralysis of and loss of sensation and motor function of the part of the body. طيب لما نقول نراجع بسرعة كده ترجيع تشريحي كده الفرتبرا كلم بتاع الحيوان، بيتكون فيه عندنا أسماء الفرتبرا كلم، فيه جزء اللي في منطقة النك اسمه ايه؟ سيرفايكال، على الشيست اسمه ثوراسيك، على اللامبر أو الأبدومن اسمه لامبر فيرتبري، منطقة الساكرم او الساكرال، وبعدين في منطقه الديل اسمه كوكسيجيال. يبقى سيرفايكال فيرتبري، ثوراسيك فيرتبري، لامبر فيرتبري، ساكرال، كوكسيجيال. ده اللي ماشي جواه مين؟ السباينال كورد. ماشي جواه مين؟ السباينال كورد. طب يا دكتور احنا مش فاكرين السباينال كورد كان بيتكون، كان هو ماشي جوه الفيرتبرال كلم، كان في طبقات كده كانت بتغطيه اسمها المينينجيز. فاكرين المينينجيز؟ المنينجيز دي كانت ثلاث طبقات. الطبقة الأولانية بنسميها البيا ماتر، بعد كده في الأركانويد ماتر، وبعد كده في إيه؟ الديورا ماتر. تاني يبقى السباينال كورد متغطي جوه، وهو ماشي جوه سباينال كانال أو ماشي جوه الفرتبرال كانال، ماشي جوه الكانال اللي هي بيبقى متغطي بثلاث طبقات. رقم واحد البيا ماتر، بعد كده الاركانويد ماتر، وبعد كده ايه؟ الايه؟ ديورا ماتر. في سبيس بقى، في اتنين سبيس، واحد اسمه سب اركانويد سبيس. سب اركانويد سبيس ده زي ما احنا عارف فاكرين ده ماشي فيه ايه؟ السيريبرو سباينال فلويد. وفي سبيس تاني اسمه ابيديورال سبيس او اسمه اكسترا ديورال سبيس، ما بين الديورا ماتر، ما بين الديورا ماتر والبوني، البون بتاع الفيرتبري خارجي ده، في هنا اسمه اكسترا ديورال سبيس او ايه؟ ابيديورال سبيس. ماشي، زي ما انتم شايفين ده كروس سيكشن في الفيرتبرال كلم مع تركيب بقى السباينال كورد، وطلع من السباينال كورد في حاجه اسمها سباينال نيرفس اللي بتطلع ما بين الفيرتبري. كل سباينال نيرفس دي بتروح لها وظيفه معينه سواء سنسوري او ايه؟ او موتور. كده رجعنا ترجيع كده بسرعه كده التشريحي والاستراكشر بتاع مين؟ المينينجيز. السبانال انالجيزيا عندنا منها نوعين، نوع اللي هو الموست كومن عندنا في الفيترينري ميديسن اللي هو الايه؟ الابيديورال او الاكسترا ديورال انستيزيا. ماشي، يعني ايه ابيديورال؟ يعني انا خارج منطقه الديورا ايه؟ ديورا ماتر. في عندي نوع تاني اسمه ترو سباينال انستيزيا او انالجيزيا، ده انا بحقن فين؟ في السيريبرو، في الساب اركانويد سبيس. بحقن ايه؟
في السب اركونويد سبيس. ماشي، ناخد بقى كده واحده واحده مع بعض، نفرق بين السباينال انستيزيا او الانجكشن في السب اركونويد سبيس والابيديورال سبيس. لو تخيلنا كده زي المنظر اللي قدامنا ده كده، ان اللي في النص ده السباينال كورد، وقلنا دي كده طبقه ايه السب اركونويد، سب ايه اركونويد، والاصفر ده الاصفر ده هو الايه الديورا ماتر، هي الايه الديورا ماتر. يبقى لو حقنا خارج الديورا ماتر يبقى اسمه ايه ابيديورال، حقنا تحت الديورا ماتر او مجازا اسمها السب اركونويد سبيس بيبقى اسمها حقنا في السباينال. كويس، احنا نركز شويه عن ايه على الابيديورال، ان احنا فين خارج ايه الديورا ماتر. نتكلم دلوقتي بقى بالتفصيل عن الابيديورال انالجيزيا. يعني ايه ابيديورال انالجيزيا او ابيديورال انالجيزيا؟ هو تخدير، طبعا كلمه ابيديورال يعني فوق الام الجافيه، تخدير في الابيديورال سبيس معناها ايه؟ معناها ان انا عملت انجكشن لللوكال انستيتيك دراج، للايه لوكال انستيتيك دراج. كويس، فين؟ في الابيديورال سبيس او الاكسترا ديورال ايه سبيس. طيب هو انا لما بحقن اللوكال انستيتيك دراجز في الاكسترا ديورال سبيس او الابيديورال سبيس بيعمل ايه؟ بيخدر لي الروتس اوف سباينال نيرفز. مش احنا قلنا لسه دلوقتي ان السباينال كورد طالع منه سباينال نيرفز؟ كلمه الروتس معناها ايه؟ يعني بدايه النيرف وهو طالع لسه منين؟ من السباينال كورد. طيب انا التخدير بتاعي ده بيخدر ايه بالظبط؟ بيخدر السباينال نيرفز بعد ما خرجت من الديورا مطر، بس قبل ما تخرج من السباينال من الفيرتبرال كانال. تاني انا بحقن اللوكال انستيتيك دراجز، كويس، في الابيديورال سبيس عشان خدر السباينال نيرفز بعد ما خرجت منين؟ من الايه؟ من الديورا مطر، قبل ما تخرج من السباينال ايه؟ من الفيرتبرال كانال. خلاص، طيب في عندنا انواع للابيديورال انالجيزيا او ابيديورال انستيزيا. كويس، في نوع هنتكلم عنه كل الانواع دي بالتفصيل دلوقتي، بس الناس اللي عديتهم الاول اللي هو السيجمنتال دورزولامبر ابيديورال انالجيزيا او ارسرت بلوك. في كودا الابيديورال انالجيزيا، كويس، او بمجازا بنقولها لو ابيديورال انستيزيا او بوستيريور ابيديورال انالجيزيا. في عندنا برضك نوع اسمه الانتيريور ابيديورال انالجيزيا، انتيريور ابيديورال انالجيزيا. الانتيريور ابيديورال انالجيزيا في منها نوعين، الهاي كودال وفي اللامبوساكرال. هاي كودال واللامبوساكرال، وفي هنتكلم بالتفصيل عن اللامبوساكرال ابيديورال انالجيزيا ان دوجز، وفي الاخر خالص نتكلم عن كونتينوس سيجمنتال ابيديورال انالجيزيا. تعالوا مع بعض ناخد كده اول نوع من انواع الابيديورال انالجيزيا وبنسميه سيجمنتال دورزولامبر ابيديورال انالجيزيا. ده التكنيك ده موست كومون او بيستخدم للكاتل والبافلو، يعني ما ينفعش حد يقول لي بقى ايه للاكواين، للكاتل والايه والبافلو. مكان الحقن فين؟ مكان دخول النيدل اللي انا هخدر بيها السباينال نيرفز. فين؟ ما بين بين فيرست اند سكند لامبر فيرتبري. لما اجي اقول لك كده L1 عند L2، يعني بين مين؟ اللامبر فيرتبري نمبر 1 عند ايه نمبر 2. في بعض التكنيكات ممكن نستخدم ان نفس الحقنه ديت بس بين ايه التي 13 او اللي هو الثوراسيك 13 والال 1 واللي هو اللامبر ايه 1. لو جينا كده في الاسئله الام سي كيو بيقول لك ايه الانجكشن سايت اوف ارثر بلوك، هل هو بين L1 and L2 ولا بين L2 and L3 ولا بين T13 و L1 ولا A and C؟ طبعا الإجابة الصح اللي هو الايه؟ A and C. خلاص؟ طيب لما انا بدخل الإبرة علشان أخدر السيجمنتال دورزولامبر ابيديورال انجيزيا، أنا بخدر ايه؟ أنا بخدر ديسنسايز ال T13 وال L1 وال L2 نيرفس سباينال نيرفس روتس، سباينال نيرفس ايه نوتس. تعالى معايا كده، احنا كنا من المحاضره فاتت كده لما كان الدكتور بيتكلم عن البارافيرتيبرال، كان بيقول لك البارافيرتيبرال ده بيخدر مين؟ بيخدر برضك نفس الكلام
التي 13 صح، والال 1 والال 2 ماشي، دي عشان يخضر لي منطقه ايه البارلامبر فوس او الفلانك ريجو. يعني لما اجي اسالك سؤال كده اقول لك ايه الارثر بلوك ديسنسيتايز، يعني ارثر بلوك ديسنسيتايز فلانك ريجون ولا بارلامبر فوسا ولا نيرفس تي 13 وال 1 ال 2 ولا اول اباف. طبعا الاجابه هنا قول ايه الاباف كويس، يبقى انت عارف ديت ان اللي بيخضر ايه الثلاث نيرفات دولت. طيب يا دكتور انا دلوقتي على الحيوان ازاي افرق ما بين ال ال 1 وال ال 2 والتي 13 وهكذا؟ طبعا تي 13 معاها اللاستري لاسترب، مع الايه لاسترب في حاجتين، يا اما بتبدا انت من عند اللاسترب كده وتبدا السباينس بروسيس ديت وتقول دي كام، دي تي 13 كويس، اللي بعدها مين ال 1 بعدها مين ال 2، او تجيبها من العكس بقى بتجيب من لاست لامبر فيرتيبري وبعدين تعد من ورا الايه من ورا لقدام. التكنيك ده صح والتكنيك ده صح ماشي. البروسيجرز عشان اخضر عشان ادخل النيدل ما بين ايه ال 1 وال 2، رقم واحد احنا قلنا اي تخدير سواء ابيديورال او تخدير لوكال او تخدير ريجنال لازم مكان الحقن سايتو في انجكشن اسيبتيكلي بريبيرد. ازاي؟ بعمل كليبنج وشيفنج ديس انفكشن كويس، اجي عند المكان ان انا خلاص ما بين ال 1 وال 2 واجي بالسرنجه وبدخل كده حوالي 2 ل 3 سم 4 سم لوكال انستيك فين سبكوتينس عشان اخضر المكان ايه ان انا هدخل فيه بعد كده. بعد كده بحضر معايا نيدل ايه اسمها سباينال نيدل، ومواصفات السباينال نيدل دي ايه؟ بتبقى نيدل معاها ستايل بتاعها زي التروكر اند كانولا كده كويس، بحيث ان انت ايه بدخلها وتبقى لونج نيدل، لونج ايه نيدل طولها يعني ما يقلش عن 11 12 سم كويس، 11 12 ايه سم. طيب وبعدين جيت انا حددت المكان اللي هدخل فيه النيدل، قلنا هنا قول المكان اللي حد دخل فيه النيدل بين ايه ال1 وال2، ال1 وال2 كويس، بحس من فوق كده من بره السباينس بروسيس بتاعه الفيرتيبري، السباينس بروسيس دي اسمها ايه السباينس بروسيس بتاعه الايه الفيرتيبري، وبدخل النيدل بتاعتي كويس في المكان ده بينهم بين السباينس بروسيس بتاعه ال1 وال2، وكون لونج نيدل الدايركشن بتاعها فينترالي يعني ايه لتحت كويس، بس بيقول لك بقى ايه وانت بتدخلها لتحت كده بتبقى بنتد او دايركتد فينترالي وذ ميديال انجل، يعني معاها انجل كده عن الفيرتيكال الانجل دي كده من 10 ل 15، دي بيسهل لك ان انت تدخلها. واحد يقول لك انا ادخلها ايه ستريت كده فيرتيكال بيبقى في البوني برومننت بتاعه السبانس بروسيس بتعوق، فانت بتدخلها ايه ميديالي مع زاويه ايه زاويه ما بينها وبين ال 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 الزاويه القايمه ديت بحوالي 10 15 ايه درجه، بفضل ادخل النيدل لحد ما توصل فين، تعدي معايا كده لحد ما توصل فين جوه فين جوه الفيرتيبرال كانال، الفيرتيبرال ايه كانال ماشي. طيب وانا بدخل النيدل كده طبعا النيدل بتدخل وخش فين، في كذا طبقات من الريزيستنت انت هتحسها بايدك، اول واحده اللي هي الايه السكن، عديت السكن في طبقه عضلات ماشي فيها، وبعدين بتلاقي في ما بين الاثنين فيرتيبري في ليجمنت انتر ايه سباينس ايه ليجمنت، بتلاقي في ريزيستنت طبعا الابره هو داخله بين الليجمنت في ريزيستنت، طبعا دي بالاكسبيرينس بالتعود تلاقي في ايه ان انت حاسس ان ده ماشي جوه مثلا سبكوتينس تيشو او ماسلز او ليجمنت، الليجمنت بيبقى هارد شويه بتبقى تحس ان دي الايه وهي داخله معاك بتبقى شويه يعني في ريزيستنت. بعدين اول ما دخلت النيدل لحد ما النيدل تقف معاك فين تحت في الايه في الـ في الـ في الـ في الفيرتيبرال كانال كويس، لقيت ايه النيدل. طيب انت عشان تعرف انت دخلت جوه اللي بيدورال سبيس دخلت النيدل وانت بتشيل بعد كده الستايل بتاع النيدل لازم ما يطلعش معايا ايه لا نو بلاد او سيربرو سباينال فلويد، لو ده طلع معايا سيربرو سباينال فلويد يبقى انا دخلت فين في السب اراكونويد سبيس ماشي، لكن ايبيدورال سبيس ما فيهاش ايه ما فيهاش اي ايه في. طيب يا دكتور انا عايز برضو بالاكسبيرينس كده اعرف ان انا دخلت بالظبط
فين؟ في الابيدورال سبيس، في الابيدورال سبيس. رقم واحد، وانت بتدخل النيدل كده بتبص في طبعا الريزيستنت بتاعت الليجامنت، تحس ان في كده ايه وانت داخل النيدل في ريزيستنت، وهوب الريزيستنت هي اختفت مره واحده، اختفت مره واحده معناها ان انت عديت ايه الليجامنت. ده الاحساس اللي بيقول لك ايه البوب فيلت، يعني احساس ايه بوب، ان انت النيدل كده عدت من بعد ريزيستنت لما فيش ريزيستنت بتلاقي ايه عدت بسرعه، او ايه في ريزيستنت معين عدت. ديت اول احساس. تاني حاجه، لو انت كده مركز والجو حواليك كده مفيش اي اصوات، اول ما النيدل بتخش جوه الابيديورال سبيس بتسمع ايه هيسنج ساوند، صوت كده زي سكشن للهواء من بره لجوه. ليه؟ لان الابيديورال سبيس تحت نيجاتيف بريشر، فتلاقي في صوت كده كان ايه صح سحبه هواء كده ايه، بنسميها هيسنج ساوند. ماشي. طبعا الاحساس والساوند ده شغل عملي، يعني انا مهما قلت لك او وضحت لك او قربت لك ان انا الشغل ده ازاي، مش هتحسه الا لما تشتغل بايه عملي. كويس. لكن انا بقرب لك يعني ايه لما انت تشتغل في العملي، يعني ايه بوب ويعني ايه هيسنج ايه ساوند. يا دكتور انا عايز اتاكد ان انا داخل جوه كونفيرم ان النيدل بتاعتي دخلت في الابيدورال سبيس، عندي حاجتين باكد بيهم ان انا جوه الابيدورال سبيس. اول حاجه اسمه هانجنج دروب تكنيك. ايه الهانجنج دروب تكنيك ديت؟ انت عارفين تركيب النيدل اصلا العاديه، النيدل بتاعت السرنجه العاديه بيبقى فيه حاجه جزء فوق كده اسمه ايه الهب، اسمه ايه الهب. ماشي. انا دخلت النيدل جوه ال 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 في الابيدورال سبيس، عايز اعرف ان انا دخلت جوه الابيدورال ايه سبيس. باجي انا هنا كده بعد ما عديت الليجامنت، باجي هنا بايه بحط دروب من السوليوشن سواء نورمال سلاين او ميوكال انستيك ايه دراج. دروب هنا من السوليوشن، من السوليوشن اللي هو ليوكال انستيك، او منين؟ او من النورمال ايه سلاين. وبعدين حرك الابره كده فوق وتحت بالراحه كده كويس، او يمين وشمال كده بالراحه خلاص كده وهي في مكانها. اول ما الابره تخش جوه السبيس، تخيل بقى كده في ابره في سوليوشن من فوق ودخلت جوه سبيس، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل لها ايه؟ هيحصل لها سكشن كده زي ما احنا شايفين. النيدل هي جوه فين؟ داخله جوه بين الفيرتبري عند سبينال ايه سبينال كورد كويس كده، عند الابيدورال سبيس قصدي. وحطيت انت ايه نقطه من سوليوشن هنا كده كويس، وبعدين تحرك النيدل يمين وشمال، لو حصل لها سكشن لجوه يبقى ايه؟ يبقى انت صح كده في ابيدورال سبيس. تاني تكنيك اللي هو lack of resistance تكنيك. يعني ايه lack of resistance؟ انا كده دخلت الابره جوه الابيدورال سبيس، طيب عايز اعرف ان انا تحت في ابيدورال سبيس صح. رقم واحد، استنى شويه بعد ما دخلت الابره كده اشوف هل طلعت لي بلاد، يبقى انا ما دخلتش جوه الفينس ساينس. هل ما طلعتليش سائل ابيض من جوه كده شفاف اللي هو ايه سيربو سبينال فلويد، يبقى انا كده ايه ما دخلتش جوه الايه السب اراكنويد سبيس. طيب انا عايز اعرف بقى ان انا صح ان انا جوه الابيديورال سبيس. تخيل كده لو انت بتحقن سوليوشن في فراغ بيبقى فيه ريزيستنت، مفيش ريزيستنت طبعا، فده التكنيك ان احنا ازاي لو دخلنا الابره وجينا نحقن هواء او سوليوشن ولقينا مفيش ريزيستنت، مفيش اي حاجه بتعوق الحقن بتاعنا، سموث انجكشن، سموث انجكشن يعني مفيش ريزيستنت، يبقى انا بقول انا دلوقتي صح بحقن في الابيديورال. الفيديو ده بيوضح لنا الطريقه بتاعه الهانجنج دروب تكنيك. دخل النيدل اهو زي ما انتم شايفين حد ايه حصل لها ايه سكشن ماشي، وبعدين بيحقن مفيش ريزيستنت فين في الحقن خالص، مفيش ريزيستنت فين في الحقن خالص. خلاص يبقى كده اكدنا ان احنا جوه فين؟ جوه الابيديورال سبيس. تاني اهوت ادي النيدل وعليها جزء في دروب اهو، بحركها لحد ما حصل ايه حصل سكشن. اول ما حصل لها سكشن عرفت ان انا جوه الايه جوه السبيس. وبعد كده باكد تاني في lack of resistance البحقن سوليوشن اهوت في سموث هو ايه للايه لحقن الايه السوليوشن. طيب الدوز يا دكتور بتاعت الانستيزيا في التكنيك بتاع الارثر بلوك، بحقن حوالي 8 سم 8 سم من اللوك انستيزيك دراجز اللي هو زي الليدوكين 2%، ده سفيشنت ان هو اديني انستيزيا لحيوان وزنه 500 كيلو كويس. ممكن انا بقى عايز ازود شويه الافكت بتاعه، او ممكن انا ده انستيزيا بس لوحده
سواء ليدوكين، او ممكن نعمل منه كومباينيشن ان انا احقن من 3 ل 4 سنتي من اللوكال انستيك مع نص الواحد سنتي من ايه من الزيلازين، ماشي؟ ده ميكس كده مع بعض 3 4 مللي. الميكس ده عبارة عن ايه، من نص الواحد مللي من الزيلازين مع 3 مللي ايه ليدوكين، ده بيديني لونج اكتنج افكت. دي بيديني انستيزيا او انالجيزيا للانتاير فلانك ريجون، للانتاير ايه فلانك ريجون، وبيديني انستيزيا للانتاير فلانك ريجون لبوث سايدز، رايت سايد والليفت سايد، ماشي؟ رايت سايد وايه وليفت سايد. بيبدا الانستيزيا بتاعتي او الانالجيزيا في المكان اللي هو لوفس السنسيشن بعد حوالي من 7 ل 20 دقيقه، وتستمر معايا من 45 دقيقه ل 120 دقيقه، ماشي؟ طبعا كنا في تجميعه كده بسرعه كده نقولها، نقول لك ان في كذا تكنيك، سيفرال تكنيكس بروفايد انستيزيا او انالجيزيا للستاندنج كاتل اندرجو فلانك سيرجري. لو انا عايز اعمل اي عمليه في منطقه الفلانك في كذا تكنيك كده، في خدته قبل كده في حاجه اسمها لينير فلتريشن، في تكنيك تاني اسمه انفيرتد ال او 7 بلوك، كويس، 7 شيب بلوك في البارافرتبرا سواء بروكسيمال بارافرتبرا او ديستال بارافرتبرا، في ارسر تكنيك، كل دولت بيديني انستيزيا لمين، منطقه الايه الفلانك، ماشي؟ طب دكتور انا اي واحد فيهم من دولت مننا خدناهم دولت سواء لينير او انفيرتد ال او بارافرتبرا سواء بروكسيمال او ديستال او حتى الاثر تكنيك اللي انت سيجمنت دورزلمر اللي انت اسال عليه دلوقتي ده انا استخدمه؟ لا انا بقولش كده، انا بقول كل تكنيك ليه ادفانتج وليه ايه ديز ادفانتج، وانت على حسب بالنسبه لك انت الادفانتج بتاع التكنيك ده متوافقه معاك، كويس، اوكي، الديز ادفانتج بتاعته كبيره او انت مش قادرش تعملها ما تشتغلش بيه. انا بديك 4 اوبشن تشتغل بيه، كل واحد ليه مزايا وليه عيوب، ليه مزايا وليه عيوب. كمثال لو احنا كنا نقارن كده الارسر تكنيك ده اللي هو سيجمنتال دورسولامبال ايبيديورال انالجيزيا، كويس، مع البارافيرتبرال، مع مين؟ بارافيرتبرال، يعني مقارنه ده مع البارافيرتبرال، احنا لما جينا حققنا في التكنيك بتاعنا ده حققنا كام حقنه؟ هي حقنه واحده بس، كميه قد ايه؟ 8 مللي، 8 ايه مللي. طب هناك بقى، هناك بقى في البارافيرتبرال كام حقنه؟ اتليست في عندنا 3 في 2، 3 بايه في 2 سواء في البروكسيمال او فين في الديستال، كويس. طيب الانستيزيا هنا بالنسبه ادفانتج بالنسبه للسيجمنتال بالنسبه للبارافيرتبرال بيديني انالجيزيا يونيفورم، انالجيزيا يعني يونيفورم، يعني حقنه واحده بس اديتك انستيزيا لمين؟ للسكن والماسل والبروتينيوم، السكن والماسل تقابل الطبقات بحالها، سكن من بره ثم طبقات العضلات كلها ثم الايه بروتينيوم. عارفين ليه ادينا يونيفورم انالجيزيا؟ لان انا خدرت العصب من الروتس بتاعته من قبل ما يطلع، انا خدرته في التكنيك بتاع الابيديورال ده. الديز ادفانتج بتاع التكنيك اللي هو الارسر تكنيك او السيجمنت الدوسرامب ابيديو انالجيزيا مقارنه بمين؟ بالبارفرتبل، التكنيك بتاعه ديفيكالت، يعني شوف هو حقنه واحده وانستيزيا كويسه بس التكنيك بتاعه ايه ديفيكالت. دي واحد. اتنين، انت ممكن انت بتحقن الارسر تكنيك ده او السيجمنت الدوسرامبر ممكن الانستيزيا بتاعتك تزيد شويه، لو زادت شويه هتاثر على السيجمنت اللي بعدها، السيجمنت اللي بعدها ايه؟ هيأثر على السباينال نيرفس اللي هي مسؤولة عن الموتور في البلفيك ليم او الرجول الخلفية، كويس. طب وبعدين انا كنت مستخدمه وانا الحيوان ده عايزه في الستاندنج بوزيشن، لقيت الحيوان انسيز اكستندد لورا وبقت ايه اثرت على الاعصاب بتاعه الرجل، الحيوان مش قادر يقف رقت في الارض، دي تعتبر ايه عيب ولا ميزه؟ ده عيب، كويس. دي حاجه. العيب برضك من ضمن التكنيك ده ان يعني ده ممكن يعني ممكن يحصل منه بوتنشال تروما للسباينال كورد. طبعا انت بتدخل الابره في مكان تحتيك السباينال كورد، تحتيك فين؟ سباينال ايه كورد، فممكن انت مالتيبل تروما تعمل انجري فين؟ في السباينال كورد. دي تجميعه كده جدول كده المفروض تبقى على بالنسبه لكم هوم ورك ان انتوا تجمعوها، الادفانتج والديس ادفانتج بتاعت الاربع تكنيكات اللي احنا خدناهم سواء بارفرتبرال بروكسيمال وديستال او لينير او انفيرتد ال او حتى السيجمنت الدورسولامبر ابيدورال ايه انالجيزيا، كويس. كل واحد بقى بالنسبه لك انت كنت توزن الادفانتج والديس ادفانتج بالنسبه للتكنيك. واحد يقول لي طب انا انت بتقوله ان العيب او الديس ادفانتج في الانفيرتد ال اللي بياخد لارج دوز اوف انالجيزيا بس التكنيك بتاعه ايزي، صح؟ مقارنه بمين؟
بالتكنيك بتاع سواء البارافرتبرال او بالسيجمنتال دوز لامبر. فده تجميعه بسيطه كده مش هتكلم فيها بالتفصيل عشان ما نضيعش وقت المحاضره، الا انت تعرف ان في بروكسيمال وديستال والانفيرتد ال او اللينير انفلتريشن والسيجمنتال، كل دول بيخضعوا منطقه الايه الفلانك ريجيو. فلانك ايه ريجيو كويس، كل تكنيك منهم بيلاه ادفانتج وديز ادفانتج. احنا مش وقت مش في قضيه ان احنا نقارن بينهم، احنا عرفنا خلاص اخر تكنيك اللي احنا خدناه وعرفنا ده حقنا واحده في مكان معين بيخضر لي البوس فلانك ريجن رايت وليفت كويس، بيأثر لي كل الطبقات اسكن ومصل وبروتينيوم كويس، وحقنا واحده بس حقنا واحده. لكن العيب فيه ان التكنيك بتاعه ديفيكلت مقارنه بالايه بالاذر ايه تكنيكس. ماشي، نيجي بقى للموست كومون تكنيك الابيدورال انالجيزيا. موست كومون تكنيك الابيدورال انالجيزيا احنا بنسميه كودال ابيدورال انالجيزيا او لو او بوستيريور ابيدورال انالجيزيا. ده التكنيك ده موست كومون نستخدمه في الكاتل سواء بقى كاو او بافالو، في الاكواين سواء هورس ميول او دونكي، او في الكامل. ماشي، التكنيك ده موست كومون لان ده يوجوال احنا بنستخدمه لانديكيشن معين هنتكلم فيها دلوقتي بالتفصيل. الكود الابيدورال انالجيزيا اول حاجه هنتكلم عنها في الكود الابيدورال في الكاتل، لان كل حيوان له حاجات سبيشال في مكان الانجكشن، في الدوز، في الادفانتج ايه بتاعته، في الديس ادفانتج ايه بتاعته. كويس، ناخد اول واحد الكاتل. الكاتل نعرف ان السايت اوف انجكشن لما اقول لك ساكروكوسيجيال معناها ايه، معناها لاست ساكرال فيرتبري والساكرام يبقى فيوزد مع بعضه كده كويس، وفيرست ايه كوكسيجيال فيرتبري. ماشي، يبقى ده ما بين الساكرام ساكرام وكوكسيجيال. لما اجي اقول لك ايه اس 5 وكوكسيجيال 1 يعني معناه ايه ساكروكوسيجيال، ساكرو ايه كوكسيجيال، او ان انا ممكن احقنه في الفيرست انتركوكسيجيال. يعني ايه فيرست انتركوكسيجيال؟ يعني ما بين كوكسيجيال نمبر 1 ونمبر 2. امتى استخدم ده وامتى استخدم ده؟ قال لك موست كومون ان الساكروكوسيجيال ده في اليانج انيمال. في فين؟ في اليانج انيمال. في اليانج انيمال اللي هو مين؟ في اليانج، في الكاف. الكاف بتبقى لسه السبيس ديت مفتوحه كويس، يعني مفتوحه ما حصلش فيها لسه اوسيفيكيشن، ممكن بيبقى ايه كده حصل فيها اوسيفيكيشن وفيوزد مع بعض، فبيبقى في اليانج انيمال اولموست ساكروكوسيجيال. في الادلت انيمال او اولد انيمال بيبقى فين؟ في الفيرست انتركوكسيجيال. ماشي، ده التكنيك ده بيديني انالجيزيا او انالجيزيا لللاست 3 بيرز اوف ساكرال نيرفز، لاست 3 بيرز اوف ساكرال ايه نيرفز. اللاست 3 بيرز اوف ساكرال نيرفز ديت بتديني انستيزيا، انستيزيا لمين؟ للديل، تيل، فالفا، منطقه البرينيوم، البوستيريال فاجينا، وبيعمل برضه ستوب للابدومينال كونتراكشن، ابدومينال ايه كونتراكشن او تينسمس. ماشي، يبقى ده بيديني انسيزيا او انالجيزيا في منطقه الايه التيل، منطقه البرينيوم، منطقه الانس، منطقه الايه الفالف. ماشي، طب يا دكتور انا ايه الانديكيشن ان انا اخدر ابيديو انسيزيا؟ لما اقول لك اول حاجه ودي مهمه 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 مهمه، ان انت فاسيليتيت اوبستريك مانيبيوليشن. جالك حيوان كده في مال بوزيشن، مال ايه بوزيشن، تاخدوا الكلام ده بالتفصيل في الاوبستاتريكس في سنه 5 ان شاء الله. يقول لك بقى ايه ده الحيوان جاي بوستيرير بوزيشن، جاي هيد ونيك ديفيجن، في اللمب فيها ديفييتد وهكذا كذا كذا بوزيشن فيه ديفيكلت كويس، والحيوان عمال بيعمل ستريننج او في كونتراكشن او في بيرس بين شغال، وانت مش عارف تعمل مانيبيوليشن لان انت تعمل ايه ريبوزيشن للحيوان. لما تيجي تحقن حقنه واحده بس ابيديورال كود الابيديورال، بص تلاقي بعد كده الكونتراكشن ده وقف، وبعد كده بقى الجزء جوم عندك فينش كونتراكشن، تعرف تعمل مانيبيوليشن. يبقى ده اول حاجه واهم حاجه اللي هو فاسيليتيت اوبستاتريكال مانيبيوليشن. تاني حاجه، اي عمليه في منطقه الديل او البرينيوم او الانس او الريكتم او الفالفا، او ممكن اكستند لحد البريبيوس وفي سكن وفي سكروتم. قول لي امثله يا دكتور. التيل زي مثلا في حالات بيبقى فيها الى التيل نكروزس
وعايز اعمل امبيوتيشن للتيل. كويس، واحد. اتنين، في حالات بيقول لك ايه، ان الحيوان في حصل فيه ريكتال برولابس. يعني ريكتال برولابس جزء من الريكتم خرج ايه، خرج بره. طيب انت العمليه ان انت ترجع الريكتم ده فين، تاني مكانه. طب هترجعه ازاي وفي كونتراكشن؟ تحن حقنه واحده بس، ابيديورال كودا الابيديورال، وصل لما في عادش في كونتراكشن، ترجع ايه الريكتم. حاله فاجينال برولابس، حصل ايه فاجينال برولابس، حاله ريكتو فاجينال فيستولا، في تيرينج، تيرينج اثناء الولاده، في كات ما بين الانس والفالفا الفاجينا، وعايز تخيطه. عشان تخيطه لازم تخدر المنطقه اللي هي المسؤوله عنها، اللي الجزء ده اللي كودا الابيديورال. في حالات كتير الريكتال تينسمس او اريتيشن فين، في منطقه الانس او الريكتم او الفاجينا. يبقى احنا عرفنا دلوقتي كده الانديكيشن، وده عشان كده بقول لك مهم جدا ان انت تعرف الكودال ابيديورال انالجيزيا في الديفرنت انيمال، بالذات الكودال. كودال نركز عليه كده كويس، نركز عليه كانديكيشن، وان شاء الله في العملي نتعلمه ازاي التكنيك بالظبط، عشان ده مهم جدا جدا في الحياه العمليه. ان احنا زي ما انتم شايفين كده بندخل الابره فين، يا اما في الساكروكوكسيجيال، يعني ايه ساكروكوكسيجيال؟ اخر السكرم، السكرم ده فيوز مع بعضها، وفريكوكسيجيال او ما بين ايه فريست والسكند كوكسيجيال ايه فيرتبري، بدخل نيدل ايه المكان ده. ماشي، التكنيك بقى واحده واحده بالراحه كده. رقم واحد، انا المكان اللي هو سايت اوف انجكشن، سايت اوف انجكشن اللي هو قلنا فين، سواء ساكروكوكسيجيال او فريست انتركوكسيجيال، لازم اعمل له بريباريشن كليبنج وشيفنج وزيت انفكشن. خلاص، وبعدين باجي انا بدخل النيدل ما بين سواء لاس ساكرام وفريكوكسيجيال اللي هو بنسميه ساكروكوسيجيال، او بدخل الابره فين ما بين ايه الفيرست والسكند كوكسيجيال. دكتور انا بالراحه كده عايز اعرف المكان ده اعرفه ازاي؟ قلت لك الساكرام ده جزء فيوزد، يعني جزء ثابت صح، كوكسيجيال متحركه، كوكسيجيال متحركه. انا بحرك الديل كده اب وداون، جزء كده موفابل لحد ما الاقي فيه ديبريشن، او في ايه كده جزء في ما بين الارتكوليشن ده، الارتكوليشن دي في ديبريشن، ده المكان ده اللي بعرفه ان هو ده فين، ده المكان اللي ما بين الساكروكسيجيال او فريست انتر ايه كوكسيجيل. بدخل فيه الابره كويس. بعد ما دخلت الابره باكد بقى ان انا دخلت جوه الابيديورال سبيس، زي ما احنا اتعلمنا قبل كده باتنين تكنيك اللي هم ها الهانج دروب تكنيك او ايه لاك اوف ريزيستنس. خلاص عرفت ان انا جوه فين، جوه الابيديورال سبيس. احقن قد ايه بقى يا دكتور في الكاتل؟ احقن 1 مللي من ليدوكين 2% لكل 100 كيلو وزن حي. ماشي، 1 مللي لكل ايه، قول مثال لو قلت لك مثلا حيوان وزنه 400 كيلو، يبقى احقن كام مللي؟ 4 سم. ماشي، ده بيديني انستيزيا او انالجيزيا للمكان اللي احنا قلنا الوعاء ديت، بعد حوالي قد ايه؟ تستنى من حوالي من 5 ل 10 مينتس، ممكن اكستند شويه ل 20 مينتس، ويبدا الانستيزيا، وده بنسميه ايه الاونست تايم، بنسميه ايه الاونست تايم. وبعد كده الانستيزيا بتكستند معايا من حوالي 30 دقيقه لحد ايه 120 دقيقه، من 90 ل 120 دقيقه، ماكسيمم 150 دقيقه على حسب انا السوليوشن ايه الجرعه اللي انا حقنتها. ماشي، طب يا دكتور لو انا قلت انا حقنت استنيت 10 دقائق، ربع ساعه، تلت ساعة ومفيش تأثير، ايه اللي حصل؟ ممكن حضرتك يا اما حقنت التكنيك غلط، حقنت بره بره المكان. ماشي، تضطر ان انت تعمل ايه ريبيت تاني للانجكشن. اللوكيشن اسرع ازاي؟ ان انا بمسك الديل، بمسك الديل كويس، مثلا لو انا رايت هاند، لو انا رايت هاند بمسك الديل بالليفت هاند وارفعه كده زي البامب، عارفين مكنة الترومبة المية زي البامب كده كويس، الدراع بتاع الترومبة ده اللي هو الديل، والجزء الثابت اللي هو السكرم، وافضل اب وداون لحد ما الاقي ديبريشن. عند الديبريشن ده، ديبريشن ده واحط صبعي في مكان ايه الديبريشن ده، الموفبل جوينت او موفبل بارت، وبدخل فيه ايه النيدل الانجكشن لللوكال انستيك ايه سوليوشن. ايه بقى اللي يظهر عليا للحيوان كعلامات اعرف منها الساينس اوف انستيزيا او انالجيزيا المكان؟ رقم واحد طبعا التيل بيبقى فيه تون او فيه موتر بيتحرك صح، بعد ما حقنت، جاست بعد ما حقنت في خلال حوالي 5 دقائق، ببص الاقي التيل بيحصل فيه فلاسيديتي. يعني ايه فلاسيديتي؟ يعني فيه باراليسيس، يتحرك يمين وشمال ما فيهوش تون،
ماشي، رقم واحد. اتنين السنسيشن في منطقة التيل والبرينيوم والانس والريكتم، كل الاماكن اللي احنا قلنا عليها قبل كده دي كلها بيحصل فيها ايه؟ لوس اوف ايه؟ سنسيشن. لوس اوف ايه؟ سنسيشن. اعرف ازاي لوس اوف سنسيشن؟ بحاجه اسمها بين بريك، بسن الابره كده وايه، واخبط كده على المكان الاقي فين المكان ده حصل فيه لوس اوف ايه؟ سنسيشن. خلاص. Caudal epidural anesthesia can be performed on cattle to provide anesthesia to the caudal body regions for surgical procedures and to block straining and tenesmus. Epidurals are administered in the epidural space between the first and second caudal vertebrae. This space is identified by gently lifting the tail up and down while simultaneously palpating for the first freely movable joint caudal to the sacrum. Once the proper site has been identified, the area should be clipped and surgically prepared. An 18-gauge 3.75-centimeter sterile needle is generally used to deliver the anesthetic, except in very large patients who may require longer needles. Locate the space with your finger. Insert the needle on the dorsal midline, directly over the space, at a slight caudal to rostral angle to the skin. Slowly advance the needle ventrally and on midline through the subcutaneous tissue and the ligament of the dorsal spinous process. As the needle penetrates the ligamentum flavum, you will feel a popping sensation and tissue resistance will disappear. You may also hear the faint sound of air rushing into the epidural space as the negative pressure is relieved and the epidural space expands. Many clinicians will confirm proper needle placement by instilling one or two drops of anesthetic from the syringe into the hub of the needle. If necessary, gently redirect the needle until the fluid disappears. Once you have confirmed proper placement, attach the syringe and administer the anesthetic. You should encounter no resistance during the injection. The anesthetic will fill the epidural space and diffuse cranially, anesthetizing the nerve roots as they emerge from the sacral spinal cord. The number of ascending nerve roots blocked by the anesthetic depends on the dose administered. Typically, 3 to 6 milliliters of anesthetic is used to block sacral nerves 5, 4, and 3, while the lumbar nerves are left unblocked to avoid problems with patient locomotion and hind limb function. When you are finished with the injection, remove the needle and syringe and allow approximately 3 minutes for the anesthesia to take effect. You can check the efficacy of your block by evaluating the tail tone of the patient. The tail should be flaccid and easily lifted. Pinching the skin around the vulva should also elicit no reaction from the patient following a successful epidural injection. نتكلم عنه كود الابيديورا انالجيزيا او اللو ابيديورا انالجيزيا. فين؟ في الهورس. فين؟ في الهورس. في الهورس the most common injection site او site of injection اللي هو الفيرست انتركوكسيجيل سبيس، يعني بين ايه؟ كوكسيجيل نمبر 1 ونمبر 2. لكن في الدونكي قالك most common في الدونكي الانجكشن سايت ما بين ايه؟ في السكند انتركوكسيجيل، ما بين ايه؟ كوكسيجيل نمبر 2 ونمبر ايه؟ 3. يعني لما يجي لك كده حد يسالك المكان بتاع الحقن بتاع الهورس يختلف عن الدونكي، اقول له اه المكان في الهورس اولموست فين؟ في الفيرست انتركوكسيجيل، لكن في الدونكي فين؟ في السكند انتركوكسيجيل ايه؟ سبيس. ماشي؟ او لو انت بره كده تقول لي ايه ده فيرست موفبل ديبريشن، موست موفبل ديبريشن، خلاص؟ او جوينت. التكنيك زي ما احنا قلنا بريبريشن للمكان اللي هو كليبنج وشيفنج ديس انفكشن، بعد كده بجيب ايه النيدل، والنيدل وانا بدخلها بتبقى بزاويه 30 ل 60 مع الهوريزونتال، يعني شايفين كده بزاويه 30 ل 60 مع الهوريزونتال، ماشي؟ لحد ما تخش فين؟ جوه في الابيديورال سبيس. تخش جوه فين؟ في الابيديورال ايه سبيس. في الاكواين يفضل ان احنا نستخدم لونج نيدل، لونج نيدل لان التيل بيبقى سك، السكنس بتاعه عالي، فبنستخدم لونج نيدل او بنستخدم السباينال نيدلز. سباينال ايه؟ نيدلز، ابرة سبيشال كده سباينال نيدلز، كويس؟ بتبقى ايه؟ لونج نيدل.
الدوز في الإكواين بحقن حوالي من 5 ل 7 مللي باللوكال أنستيزيا زي الليدوكين، بحقنه فين؟ في المكان ده لوزن حصان حوالي 500 كيلو. كويس، ده بيديني اول ده بيديني انستيزيا في بعد حوالي مثلا 10 دقائق، بيديني مثلا من 30 ل 90 دقيقه انستيزيا او انالجيزيا. طبعا ده نفس الكلام الاريا اوف ديسنستايز، منطقه اوار السكين بتاع الديل، في منطقه الانس والريكتم، برينيوم، الفاجينا وهكذا. كويس، طبعا ده برضو بيحصل اول ما بيحصل الانستيزيا الساينس بتاعتنا بيبقى فيه لوس اوف سنسيشن في الاماكن ديت، بلاقي فيه فلاسيتي فين في الديل، لو كان فيه كونتراكشن، لو في الحاله دي فيها ريكتال بورلابس او فاجينال بورلابس او تلاقي ايه ما عادش فيه ايه كونتراكشن. ماشي، ده فيديو وضح لنا كده برضك الابيديورال انستيزيا او انالجيزيا فين في الاكواين. قلنا المكان بعمله كليبنج وشيفنج ديس انفكشن زي ما انتم شايفين. كويس، وبعدين عقمت المكان كويس عشان خاطر طبعا ده الاكواين بسنسيف للانفكشن، افضل حرك الديل برضو اب وداون لحد ما الاقي الدبريشن بتاع مين؟ فيرست كوكسجيل، فيرست انتر كوكسجيل. بعدين بحقن كده حوالي سنتي 2 سنتي من لوكال انستيزيا. كويس، سنتي 2 سنتي من لوكال انستيزيا سب كوتينيوس. سب ايه؟ كوتينيوس، عشان بعد كده لما اجي اخش بين سباينال نيدل او اللونج نيدل يبقى الحيوان ما فيش ريزيستنت او سنسيفت فين في المكان. يبقى احقن كده سب كوتينيوس الاول سنتي ايه او 2 سنتي فين في المكان اللي احقن فيه. بعد كده بجي السباينال نيدل وبدخلها في المكان ده. بعد ما دخلت السباينال نيدل نفس التكنيك برضو الهانج دروب تكنيك، احط نقطه ولا نقطتين من اللوكال سوليوشن او النورمال سلاين، وحرك النيدل يمين وشمال اللي حصل لها ساكشن جوه، يبقى انا جوه فين؟ في المكان صح كده. حرك كده هوب هوب، او اول ما ايه ما حصل لها ساكشن يبقى هنا في المكان ايه صح. بعد كده احقن الانستيزيا بتاعتي. كويس، قبل ما احقن بعمل برضك ايه، بسحب كده بشوف جهاز من جسمي يطلع بلط او حاجه، وبحقن ايه السوليوشن اللوكال انستيزيا، قلنا في حدود ايه 8 ايه سنتي لل 500 إيه كيلو. ماشي، وبحقن طريقه الحقن بتاعتي لازم تبقى ايه سلولي سلولي كده، انا مفيش ايه فيش ريزيستنت للحقن. خلاص، بعد ما حقنت بستنى حوالي كده 10 دقايق ربع ساعه واشوف. اول حاجه ساينس بلاقي فلاسيد تيل، تيل معايا بتحرك يمين وشمال. كويس، بعد كده بقى ايه بلا لا لوس اوف سنسيشن في المكان، لوس اوف ايه سنسيشن بعرفه ازاي؟ سواء بنيدل او بارتوفروسيبس كده مفيش عارف في ايه سنسيشن. دي كده اقدر اعمل اي عمليه ورا في الحيوان بدون ايه سنسيشن. خلاص، واضح. طبعا لو جينا في المكان، لو رحت في مكان تاني بعيد عن المكان الانستيزيا الحيوان بيعمل ريفلكت للبين. دي جدول بيوضح لنا انواع الانستيزيا، انواع الادويه اللي بتستخدم في الحقن. كويس، طبعا كل انواع اللوكال انستيتك دراجز بتستخدم زي الليدوكين، بيبيفيكين، او ادويه اللي بتستخدم سيستميك، انا ممكن احقن كيتامين او ترامادول او زيلازين. كل الحاجات دي لها جرعات، والجرعات بتاعتها الهدف منها ان الاونس تايم يبقى شورت، والديوريشن تايم بتاعت الانستيزيا او انالجيزيا عندي لونج. يعني انا بستخدم مثلا كمثال كجرعه زيلازين ممكن 0.17 ملغ كل كيلوغرام جرعه، بيديني من 60 ل 90 مينتس ديوريشن اشتغل فيها. كويس، كمثال لو جينا استخدمها مثلا الترامادول، طبعا الترامادول يعني كدواء غير متاح لان طبعا ده جدول اول مخدرات، ولكن احنا لو كشغل علمي يعني ان الترامادول بيدي لك من 240 ل 300 مينت ديوريشن، من 240 ل 300 مينت ايه ديوريشن. لا، خلينا بقى في الادويه اللي هي افيلابل زي مثلا بيفيكين. كويس، هو غالي شويه بس افيلابل، ده بيدي لك من 180 ل 480 مينت. ماشي، طبعا لونج تايم، اشتغل براحتك لو في اي عمليه فين في منطقه مثلا الانس او برينيم او التيل في الاكوان. ده جدول كده بيورينا كل انواع الادويه اللي بتحقن فين في الابيديورا انستيزيا بزو انستيزيا للحيوانات. تالت تكنيك للكودا الابيديورا، احنا خدنا دلوقتي للكاتل،
خدنا الاكواين. بعد كده نتكلم في الكامل. ليه احنا بنقوله في الكامل؟ لان ناس كتير مننا ممكن يجيله فرصه ان هو يروح اي دوله عربيه وبص تلاقي فيه زي ما بيحصل عندنا احنا وسط كومن، نلاقي العمليات كتير سواء اوبستاتريكلز او حتى في ريكتال برولابس او فاجينال برولابس، في نفس الكلام ده بيحصل فين؟ في الكامل. نفس التنين بالظبط، ان انا بحقن برضك في الفيرست انتر اوكسجين، فيرست انتر ايه اوكسجين، والجرعه بتاعته من 0.2 ملي جرام، 0.22 ملي جرام لكل كيلو جرام لدوكين 2%. طيب بس الكامل ليه بقى؟ ان انت عشان تحقنه لازم الحيوان يكون في الاسترنال كامبنسي. يعني ايه في الاسترنال كامبنسي؟ الحيوان زي ما انتم شايفين كده في الوضع ده كويس، مربوط في الوضع ده، باجي في منطقه الايه في سك اوكسجين، بعمل كليبنج وشيفنج وديس انفكشن، وبحرك الديل اب وداون ولحد ما ادخل النيدل واحقن في المكان ده. ده بس كده سبيشالي في الـ في الـ في الـ في الكامل، ان انا اعرف البوزيشن، اعرف المكان اللي هو فين فيرست انتر اوكسجين، ان هو الحيوان بيبقى في الاسترنال ريكامبنسي واحقن. خلاص كده خلصنا الكودا الابيديورال. نيجي نتكلم على الانتيريور ابيديورال انالجيزي. انتيريور ابيديورال انالجيزي في منها عندي منها نوعين، هاي كودال، هاي كودال او لامبو ساكرا ابيديورال انالجيزي. هو الاثنين دولت اللي انتيريور ابيديورال انالجيزي ده انا بستخدمه علشان ادي انالجيزيا او انالجيزيا من بعد الديافرام لحد كوداليش. يعني ايه من بعد الديافرام او من بعد الامبلايكس من تحت كويس كده لحد كوداليش؟ يعني ده ممكن استخدمه في حالات ايه؟ عايز اعمل سيزيريان سيكشن، عايز اعمل عمليه في الادر، عايز اعمل عمليه في التيت، عايز اعمل امبيوتيشن للكلو، لان ده بيديني انستيزيا من بعد الامبلايكس او من بعد الديافرام لحد كودالي فين لحد تو بوس هايندليم. بوس ايه؟ هايندليم. ماشي. النوعين بتوع الانتيريور ابيديورال لو جينا قارناهم كده اللي هو الهاي كودال واللامبو ساكرال، الهاي كودال السايت اوف انجكشن هو نفس المكان بتاع الكودال ابيديورال اللي هو فين يا دكتور؟ اللي هو فيرست انتر اوكسجين او في الساكر اوكسجين، دخل النيدل ولكن هنا كنت بحقن هناك ايه كميه بسيطه، لا هحقن كميه كبيره بحيث ان هي تحصل لها فلو كرينيالي، فلو كرينيالي فتزود لي كميه الايه الانستيزيا كرينيالي. خلاص. اللامبو ساكرال من اسمه كده اللامبو ساكرال، ما بين لاست لامبر وفيرست ايه ساكرال، بحقن في المكان ده، بحقن في المكان ده بس عشان هنا انا دخلت في مكان قريب من كرينيالي فبحقن كميه بسيطه، لكن انا الكودالي عشان اوصل للقدام احقن كميه من السوليوشن كتير عشان توصل لي ايه لقدام، لكن في اللامبو ساكرا انا بحقن ايه كميه بسيطه. طيب الانيمال اللي احنا نستخدم فيه الهاي كودال والانيمال اللي نستخدم فيه اللامبو ساكرا، قال لك في الهاي كودال ممكن انا في الادلت كاتل، الادلت كاتل ماشي، ان انا احقن فيه ايه في الهاي كودال من مكان الكودال ابيديورال اللي هو ساك اوكسجين افريتس انكسوجين واحقن كميه كبيره عشان اكستند لفين الكرينيالش، لكن اللامبو ساكرام احقنه فين؟ في اللانج كاتل، في الكاف، في الشيب، في الجود، في الدوك، في الكات. ماشي. طيب ناخد واحد واحد. الهاي كودال ابيديورال، الهاي كودال كلمه هاي كودال يعني هو كودال بس الهاي كميه ادويه ايه كميه الفوليوم بتاعه اللوكال انستيزيا بتبقى لارج ايه فوليوم، يبقى هو نفس المكان. الانديكيشن بتاع الهاي كودال لو انا عامل عايز اعمل اي عمليه ما عدا رومنوتومش، يعني عمليه ايه؟ افتح لابراتومش حاله ايه؟ حاله سيزيريان، حاله هرنيا، حاله مثلا بشيل تيومر على منطقه الابدومن او جوه الابدومن كويس، في حاله انتستاينال اوبستراكشن، كل العمليات دي ما عدا عمليه الرومنوتومي. يفضل في عمليه الرومنوتومي ان هي تكون في الستاندنج بوزيشن. يعني ما اجي اقول لك كده تشويس تكنيك يوزد فور رومنوتومي تقول لي مين؟ تقول لي لينير انفلتريشن، تقول لي انفرتد ال، تقول لي بارافيرتيبرال بروكسيمال ديستال، تقول لي السيجمنتال دوسرامبر ابيديورال انالجيزيا. خلاص. لكن انا اقول لك مثلا السيزيريان كويس، سيزيريان ممكن تعدي لي كل التكنيكات اللي قبل كده دولت بالاضافه لايه للهاي كودل، للاي الهاي كودل. خلاص. يبقى احنا عرفنا كده الهاي كودل
ما ينفعش فيه ان احنا نعمل فيه عمليه ايه روم نطمش. ليه ما ينفعش؟ لان طبعا الهايكودال هيخلي هيعمل انالجيزيا او انالجيزيا للبوست هايند ليم بيلفيك ليم. طيب الحيوان حصل انالجيزيا او انالجيزيا للبوست هايند ليم او بيلفيك ليم هيبقى ريكامبانت صح. هتفتح انت الرومن في الحيوان ريكامبانت هتبقى فيه فرصه ان يحصل ليكج او سبويلش من الرومن كونتنت في البروتينيه. فين؟ في البروتينيه. فيفضل ان انت التكنيك ده لا يستخدم في حالات اللي هي تستخدم فيها ايه رومن نطمش. خلاص. تاني الانديكيشن بتاعت الهايكودال كويس قلنا اللابراتومي ما عدا رومنوتومي، قلنا في البلفيك ليمب سيرجري امبوتيشن فينس ريدكشن فراكشر في البلفيك ليمب امبوتيشن في كلو اذر سيرجري اند امبوتيشن اذر سيرجري اند ايه اند امبوتيشن. ماشي. لان احنا قلنا ده بيخدر من بعد الامبلايكس او من بعد الديافرام لحد ورا كل ده. انا خدت لك بقى كل الاستراكشر وفين في المكان ده ان هو فتحت البطن او في اي عمليه في الليم في ديسلوكيشن في فراكشر في في عندك في حاجه في البينس في حاجه في الادر في حاجه وهكذا. ماشي. او كلو امبوتيشن. الكميه قد ايه؟ احنا قلنا ده الهاي كودال بيعتمد على الكميه. هو نفس المكان بتاع الكودال نفس المكان بتاع الكودال ايبيديورال اللي هو فين ساكروكسوجيال او فيرت انتركسوجيال، ولكن انا بزود ايه؟ بزود الكميه. طيب بحن كميه قد ايه؟ كميه بتوصل من 100 ل 150 مللي. ايه 100 150 مللي؟ معناها الازازه بتاعت الليدوكين حجمها 50 مللي، يعني معناها ان انت تحقن ازازتين او تحقن ثلاث ازايز. كويس. عشان ايه السوليوشن ده يجي ماشي من ورا لقدام لازم ايه كل الكميه دي. ده بيديني من ساعتين لاربع ساعات انالجيزيا. ساعتين لاربع ساعات ايه انالجيزيا. كويس. يفضل في اول ما حقنته الحيوان بيبقى لما يرقد على منطقه الاسترنيوم ريكامبنسي. كويس. ليه؟ لان لو رقدته على وان سايد السوليوشن كله مع الجرافتي هيديك انالجيزيا لوان سايد والسايد الثاني لا. فلما تبقى انت تعمل استرنيوم ريكامبنسي هيعمل ديستريبيوشن للسوليوشن فين؟ في البوث سايد. في البوث ايه سايد. ماشي. دي في الاريا ديسنسايز قلنا اهوت شوف المكان لحد فين من بعد الديافرام. كويس. كل المكان ده كلته في انستيزيا تحت تاثير مين؟ الانتيريور ايبيديورال انستيزيا. خلاص. الفاكتور افكتنج هاي كود الايبيديورال اول فاكتور بالنسبه لنا اللي هو الدوز. كلما زادت الكميه زادت في الاريا اوف بلوك زادت في اريا اوف ايه ديسنسايز. خلاص. الكونسنتريشن اوف دراجز في بعض الادويه مثلا ليدوكين 2% في ادويه تانية بكونسنتريشن فيها عالي. كلما زودت الكونسنتريشن زاد الدبس وزاد الديوريشن بتاعه الايه الانستيزيا. ماشي. الريت اوف انجكشن لو انا بحقن سلولي يبقى السوليوشن ده هيمشي ايه سلولي فين فين في الـ في الابيديورال سبيس. لو انا بحقن بسرعه السوليوشن ده ممكن يطلع ايه بسرعه جدا كرينيالي وممكن ده غلط ان ممكن يحصل اثر الحيوان وممكن يعمل ايه هايبوتنشن هايبوتنشن. البوزيشن اوف انيمال ما جيش واحد يستخدم كده مثلا الحيوان لو في الوضع الطبيعي اوكي الجرافتي ايه ديستريبيوتد لكن حيوان هيد داون انت بتحقنه كده مع الجرافتي بس السوليوشن ينزل فين لقدام اكستندد لقدام. كويس. او الحيوان الهيد اب انت معلي كده من تحت منطقه الاسترنم كده وورا في بجرافتي اوطى او اقل يبقى السوليوشن هيرجع فين لورا. ماشي. بكل دي عوامل بتاثر في الهاي كودال ايبيديورال انالجيزيا. ان بي الهاي كودال ايبيديورال انالجيزيا كونترا انديكيتد في الاكواين. هي كونترا انديكيتد ليه؟ لان الاكواين لو انت جيت خضرت كده هاي كودال وبصيت لقيت انت حقنت وبقى الحيوان البوس هايند ليم البوس هايند ليم حصل فيه انستيزيا او الانالجيزيا لكن البوس فور ليم والهيد ما زال فيه كونشوسنس او فيه سنسيشن. الحيوان بيعمل استراجلنج او ممكن بيحرك نفسه. كويس كده. الحركه ديت ممكن تؤدي الى الحيوان يحصل فيه ديسلوكيشن او يحصل فيه فراكشر. عشان كده احنا لا يفضل ان احنا نستخدم الهاي كودال ايبيديورال انستيزيا في الاكواين في الهورس عشان خوف ان يحصل منه ايه استراجلنج الحيوان او الحيوان يتحرك فهو نصف الخلفي مش حاسس بيه ممكن يحصل فيه انجري او يحصل فيه فراكشر. واحد يقول لي دكتور طب انا مهندل الحيوان سيديشن اديله سيديشن واعمل له سوفت بادنج في الحاله دي ممكن ان انا مجازا
اقول لك ايه اوكي نستخدم الهاي كود الابيدرال انجيزا فين في الاكواين، ولكن ما دون البريكوشن ديت اللي هو السوفت بادنج او الحيوان مش اندر سيديشن، مش اندر سيديشن لا يستخدم الهاي كود الابيدرال انجيزا فين في الاكواين. التكنيك الثاني اللي هو اللامبو ساكرال ابيدرال انجيزا، خلاص احنا اتكلمنا كده عن الهاي كودال وقلنا الهاي كودال كلمه هاي كودال يعني هو كود الابيدورال ولكن هاي فوليوم من اللوكال انستيتيك دراجز. ماشي اللامبوساكرام ان انا بحقن نفس الحقنه اللي انا بحقنها اللي هي الانتيريور ابيدورال، لكن بحقنها فين؟ ما بين ايه؟ ما بين اللاست لامبر والفيرست كوكسيجيال، فيرست سوري فيرست ساكرال، لاست لامبر والفيرست ايه ساكرال. كويس بدخل الابره بزاويه حوالي 90 مع السكن. كويس الحيوان سواء بقى في الستاندنج بوزيشن او في الريكامبانت بوزيشن، بس بيبقى على اللاترال ريكامبانسي، على اللاترال ايه ريكامبانسي، بدخل النيدل في المكان ده ونفس التكنيك بالظبط، ان انا بدخل النيدل واعرف ان جوه فين الابيدورال سبيس، مفيش هانج اند دروب تكنيك، بقى بستخدم هانج اند دروب تكنيك او لوس اوف ريزيستنس، وبحقن سوليوشن لوكال ليدوكين لوكال انستيك بتركيز قد ايه يا دكتور او جرعه قد ايه؟ 1 ملي لكل وزن حي 4.5 كيلو جرام. يعني لو جالك اي حيوان وزنه مثلا 45 كيلو، 45 ايه كيلو، يبقى عايز قد ايه؟ يبقى عايز 10 ملي. الحين هو فين؟ في الفين في اللامبو ساكرال سبيس، لامبو ساكرال ايه سبيس. ادينا انستيزيا فين؟ ادينا انستيزيا لطول بوث هايند ليم وكل الابدومن. كويس ومنطقه التيل والبرينيوم. ده كده وضع الحيوان سواء في الستاندنج او في الريكامبنت، ان انا بدخل النيدل في منطقه ايه اللامبو ساكرام وبحقن اللوكال انستيتيك دراج. اللامبو ساكرام بيدور انستيزيا في الدوجز او في الكاتس، في الدوجز او في الكاتس برضه نفس الكلام، بيديني انستيزيا من بعد منطقه الامبلايكس لحد ايه لحد ورا. ماشي بس في هنا اولموست اللامبو ساكرام بيدور انستيزيا في الدوجز بيستخدم مش انديكيتد لعمليات قد ما هو انديكيتد لبوست وبرد في انالجيزيا. تفرق ايه؟ انا بخدر علشان هعمل عمليه صح اوكي، بس هنا اولموست التخدير في الـ في الدوجز في الابيديورال في اللامبوساكرا ابيديورال انالجيزيا كبوست اوبرتيف انالجيزيا. يعني ايه بوست اوبرتيف انالجيزيا؟ انا بعد ما عملت عمليه وعايز الحيوان ما يحسش ب سنسيشن بمكان العملية أو في أنالجيزيا في المكان، بدل ما أدي أنا بدل ما أدي للحيوان مثلا حاجات أنالجيزيك بعد العملية زي إيه نون استرويدال أنتي إنفلاماتوري أو بديله حاجات أوبويدز زي المورفين زي ما بيحصل في الهيومن، لا أنا هديله بعد ما انتهيت العملية أحقنه حقنة اللي هي إيه إبيديورال سبيس في الإبيديورال في اللمبة ساكرة إبيديورال سبيس بحقن لوكال أنستيتيك دراجز. في عمليات زي ايه؟ بعد عمليه انت عملت اوفري هيستروكتومي، بعد عملت عمليه كاستريشن، بعد عملت ايه اورثوبيديك سيرجري، لقوا ان حقن ده بيدي انالجيزيا وانالجيزيا تكستند لونج تايم للحيوان، بيبقى الحيوان مش حاسس ببين ببين. يبقى احنا كده اتفق كده ان اللامبو ساكرا ابيديور انالجيزيا في الدوجز الفيرست بريوريتي كبوست اوبرتيف انالجيزيا، السكند بريوريتي كسيرجيكال اوبريشن، سيرجيكال ايه اوبريشن. عشان اقول لك ان المكان بتاع الحقن في الحيوان علشان احقنه عشان احقنه لازم ان انا الحيوان عند سبيشال بوزيشن. يعني احنا عارفين الصوابع عندنا الصام والاندكس والميدل، وانا ماسك كده تو وينج تو وينج بتاع ايه دورسو الياك وينج، تو وينج دولت هنا وهنا كويس اللي مشاور عليهم بالاحمر دولت كويس، ده ايه تو وينج بتوع الايه الاليم بتوع الوينج بتوع الايه الاليم. ماشي المكان ده علشان ان انا علشان انا اعرف المكان تو وينج دولت كويس مع اللاست لامبر فيرتبري السباينس بروسيست على اساس ايه لامبر فيرتبري. انا زي ما شايف كده شوف صوابعي كده الوضع ده، بحط صوبع اللي هو الصام على وان وينج بتاع الاليم وبحط الميدل على التاني وفي النص كده بيبقى ايه الاندكس يدور على السباينس بروسيس بتاع مين بتاع اللامبر فيرتبري، الاقي هنا في ديبريشن. ديبريشن ده ما بين مين اللاست لامبر والساكرا، الديبريشن ده هو المكان اللي بعمل فيه ايه الحقن بتاعي.
ماشي. تاني الحيوان عشان احقنه لازم في الاسترن ريكامبنسي. طب الحيوان عشان يبقى في الاسترن ريكامبنسي لازم ايه؟ اديله سيديشن او اديله انستيزيا عشان يبقى ايه مفيش ريزيستنت بالنسبه له. وبوث هاند ليم اكستندد فورورد، بوث هاند ليم رجليه اهوت اكستند ايه فورورد وماسك كده بصوابع الثلاثه من الصمت والميدل على التو وينج، والاندكس فين بيدور فين على مكان الديبريشن. ده دورت على مكان الديبريشن ده اللي هو بين ايه ال L7 والسكرم، بدخل النيدل جوه ايه في المكان ده. دخلت النيدل خلاص بقى زي ما انا قلت لك كده هانج دروب تكنيك او لوس اوف ايه ريزيستنت، لوس اوف ايه ريزيستنت ماشي. حيوان في الاسترنال ايه ريكامبنسي، سترنال ايه ريكامبنسي ماشي. الدوز بتاعه الحقن بتاعتنا دوز، دوز بحقنها 1 مللي من اللوكال انستيزيا او الليدوكين لكل وزن كده 4.5 ل 3.5، يعني 3.5 ل 4.5 كده في حدود ايه 4 من 3 ل 4 كيلو وزن حي كويس. طب يدينا انستيزيا لفين؟ البوس هايند ليم ومنطقه الابدومن كلها، بوس هايند ليم ومنطقه الابدومن ايه كلها ماشي. طيب هنا ده فيديو كده وضح لنا بعد حقن حيوان. شوف هنا مفيش اي سنسيشن فين؟ مفيش اي سنسيشن في الهايند ليم، مفيش اي خالص سنسيشن خالص. طبعا ده المكان اللي كنت بحقن فيه ماشي، مفيش اي ايه شيء خالص على الحيوان. التيل بص هايند ليم، لكن مقارنه كل المكان ده مفيش اي ايه اي سنسيشن، اي ايه اي سنسيشن، مش حاسس بحاجه خالص. تعمل ايه بريشر كده بارت اوف ريسيبس على المكان او حتى بنيدل، الحيوان مش حاسس باي حاجه خالص ولا كويس. نيجي نقارن كده الفور ليم، شوف لما اجي اعمل بريشر على الفور ليم الحيوان يعمل ايه وذرول، لكن كده لما اجي اعمل فين في الهايند ليم مفيش اي سنسيشن بالنسبه له. ده عشان حقنت ايه، حقنت لامبوساكرا ابيديورال انالجيسيا. الاكسيدنت او كومبليكيشن ممكن تحصل مع السباينال انالجيسيا او الابيديورال انالجيسيا، ممكن يحصل ايه؟ ممكن يحصل انفكشن. طب انا الانفكشن ديت امنحها ازاي؟ ان انا المكان بتاع الحقن اعمل له بريبيرت كويس كويس بكليبنج وشيفنج ديس انفكشن. تاني كومبليكيشن ممكن تحصل او اكسيدنت الانجري في الكودا النيرفس، وانا بحقن كده عمال بخبط كده بالابره بعمل مالتيبل ترايلز فعملت ايه تروما على الايه كودا النيرفس. بعد ما الكودا النيرفس دي ادت الى ايه حصل بعد كده، يقول لك حيوان بعد ما حركه خدرته حصل فيه باراليسيس في التيل، او التيل كده ما بيتحركش. طب التيل ما بيتحركش تلاقي الحيوان بيعمل ديفيكيشن كده والديل لازق في على المقنطه الانس، فالحيوان ما بيعرفش يحرك ديله لفوق علشان يعمل ايه ديفيكيشن كويس. حاله زي ديت ان انا امنحها ان انا المينيمال تروما المينيمال ترايلز تكنيك عارفه، عملت ترايل مره واتنين ما اعرفش بعد كده خلاص كفايه كده، عشان تحصل ايه كل دخول الابره كل شويه بتعمل تروما فين في النيرف. طب انا عملت يا دكتور وحصل بعد ما خلصت قال لي ده التيل بتاع الحيوان ايه في ما بيتحركش او الحركه بتاعته بطيئه او في ايه في باريسيس كده كويس، اعمل ايه؟ لوك بدي ان انا انتي انفلاماتوري بفضل في حاجه زي ديت بدي كورتيكوسترويدز او سترويدز، لكن الفيرست بريت كورتيكوسترويدز، وبدي نيرف تونيك حاجه عشان تعمل ريجنريشن للميلانين شيس اللي حوالين النيرف زي ايه البي كومبلكس زي مين بي 6 بي 1 و 6 و 12 ماشي. ممكن يحصل فيه سيفير هايبوتنشن طبعا لو انا كميه الانستيزيا بتاعتي اللي استخدمتها واكستندد كرينيالي وحصل الحيوان هايبوتنشن. طبعا الهايبوتنشن يصير الحيوان ان الحيوان فيه ايه الكارديك اوتبوت او فيه هايبوتنشن، فانا اعوض ده بازاي؟ ان انا الهايبوتنشن ده رقم واحد ان انا بحقن سلولي ماشي، والفوليوم كان كالكوليتد فوليوم اكستندد فين عشان ما يحصل لك اكستنشن لكرينيالي. رقم اتنين ادي حاجات ايه فازوبريسور او ادي الحيوان فلويد ثيرابي اعوض ايه الهايبوتنشن اللي فيه. ممكن يحصل اكسيدنت او كومبليكيشن ان الحيوان وانا بدي كودا الابيديورال مثلا كويس او كرينيال او انتيريور ابيديورال
والحيوان بعد ما حصل extension للأناسيتيك دراجز حصل الايه extension بقى فيه paralysis او فيه أنيسيزيا او أنالجيزيا البوصاين ديم. الحيوان ممكن ان هو يقع في الارض كويس، فانت لو انت زودت الكمية او انت بتزود الكمية لازم الحيوان هو يرقد، لازم يبقى تحت ايه soft bedding. ليه بقى بيحصل ايه soft bedding؟ عشان تتلافى ممكن يحصل الحيوان فراكشر او حصل يحصل له ايه ديسلوكيشن. خلاص نيجي بقى اخر حاجة الكونتونوس سباينال انيشيزي. يعني كونتونوس كل الحاجات اللي احنا خدناها ديت قلنا حقنة واحدة، قلنا ايه حقنة واحدة سواء السيجمنتال دورسولامبر او الكودال او الانتيريور. طيب انا عايز اكستندد للانجكشن، يعني اكستندد يعني افضل كده احقن على طول. عارفين الفكره بالظبط زي ما انا كده ماحقن في دواء انترافينوس، بدخل السرنجه معايا وبدخلها انترافينوس وبحقن خلاص، ده سنجل انجكشن. لكن انا عايز اكستندد او لونج تايم ان كونتينوس انجكشن، بركب ايه؟ بركب حاجه اسمها كانولا في الوريد صح. دي نفس الفكره بالظبط مع التشبيه، ان انا كونتينوس سباينال انجيسيا ان التكنيك ده ان انا بركب كاسيتر جوه الابيدورال سبيس، بركب كاسيتر ابيدورال سبيس. طيب لو عشان اركب كاسيتر جوه الابيدورال سبيس زي ما كنت بركب كانولا كده، لازم في عندي حاجه سبيشال نيدل اسمها ايه يوني دايركشنال نيدل، نيدل لها اتجاه ايه واحد وان ويج يوني دايركشنال ايه نيدل. اليوني دايركشنال نيدل ديت بيبقى اسمها توي نيدل، بتبقى قدام كده كيرفد بحيث ان هي تسمح باتجاه الكاستر في اتجاه واحد. بعد كده عندي برضو في عندي حاجه اسمها كاستر كويس، كاستر ديت بتخش جوه الايه جوه النيدل دي. نتكلم بالتفصيل بقى شويه. المكان اللي بستخدم فيه الكونتينوس ابيديورال انجيزيا يعني عن طريق مكانين، بدخل النيدل من عند اللامبو ساكرال سبيس او بدخل النيدل والكاستر عند الساكر كوسيجيال او الفيرست انترا كوسيجيال سبيس. ماشي كده المكان اهوت، يا اما في منطقه الايه لامبو ساكرا بدخل النيدل او ساكر كوسيجيال او فيرست انترا كوسيجيال بدخل ايه سبيشال نيدل اللي هو التوي نيدل اللي هي يوني دايركشن نيدل، نيدل لها 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 من تحت كده البوينت بتاعتها كيرفد على وان سايد، كيرفد يعني ايه على وان سايد زي ما احنا شايفين كده، كيرفد يعني ايه على وان سايد، ودي الكاستر اللي بخش جوه جوه الايه جوه النيدل جوه الايه جوه النيدل. ماشي ديت دي شكل التوي نيدل اللي هي اليون دايركشن نيدل اللي هي ايه بتستخدم. طيب الفكره فيها ايه يا دكتور؟ الفكره فيها ان انا وانا بدخل النيدل جوه الابيدورال سبيس دخلت، طب انا عايز استخدم الكاستر تمشي قدام او تمشي ورا. تمشي قدام، قدام يعني ايه؟ يعني انا دخلتها في المكان اللي هو لامبو ساكرال سبيس، لامبو ساكرال سبيس، وعايز اخدر كرينياليش، يبقى اتجاه النيدل فين؟ كرينياليش. لو انا بدخل في اللامبو ساكرال سبيس وعايز اخدر كوداليش، يبقى اتجاه النيدل فين؟ كوداليش. ماشي اتجاه الايه كيرف بتاعنا ايه دي معناها ان هو ايه يوني دايركشنال ايه نيدل. يبقى انا هنا اهوت دخلت الابره هنا كويس في مكان ما بين اللامبو ساكرا، دخلت النيدل كويس، وبعدين دخلت الكاستر. الكاستر هتمشي فين؟ لو الاتجاه بتاعها كده لورا، اتجاه النيوني دايركشن لورا هتمشي لورا، او لو انا دخلت النيدل في السارك اوكسجيل او فيرست انتر اوكسجيل ودخلت النيدل اهوت، اتجاهها هيبقى فين؟ كرينيالي. هتمشي الكاستر فين؟ كرينيالي. ديت كلمه اليوني دايركشن نيدل ده توجيه للكاستر تمشي فين، يا فورورد يا باكورد، يا كرينيالي يا كوداليش. ماشي طيب الكونتينوس ابيديورال انالجيزيا، كونتينوس ابيديورال انالجيزيا هل هي جرعتها الكونتينوس هي جرعتها زي جرعه السنجل؟ ممكن تبقى لو انا حقنه واحده في وانس اوكي، ديت بستخدمها علشان ريبيتد انجكشن. ريبيتد ايه انجكشن، مكان حيوان بعد عمليه مثلا وحصل في المكان ده في بين ازاي كل شويه الحيوان ده بيروح تاثير
الابيديورال اللي احنا بوستو بارتف انالجيزيا، فانا عايز ان انا اعمل كونتونوس، كونتونوس ايه انالجيزيا، كونتونوس انالجيزيا معناها ان الانالجيزيا دي تفضل عندي ايه وقت طويل. يبقى انا مثلا اقول كل مثلا 3 4 ساعات هحقن حقنه، هحقن ايه حقنه ثانيه. كويس، دي الجرعه بتاعتها في الكاتل من 5 ل 7 مللي، في الهورسون 3 ل 5 مللي، في الدونك 200 3 مللي، في الاوفاين 2 ايه مللي. ماشي، عشان اعرف ان انا بيرفكت دخلت في المكان الصح، رقم واحد ان انا بعمل بريبريشن للمكان كليبنج وشيفنج ديس انفكشن. ما يجيش واحد يقول لك انا لا هستخدم اي نيدل عاديه وخلاص، مش شرط النيو دايركشن نيدل. لو انت استخدمت نيدل عاديه، النيدل العاديه بتبقى التب بتاعتها ستريت، ستريت بوينت، ستريت بوينت. لو دخلت منها الكاستر، الكاستر هتقف فين؟ في نفس مكانها. لكن لما انا بستخدم النيو دايركشن نيدل او كيرف التب نيدل تو نيدل، الكاستر اول ما تخش كده بتلاقي بتمشي مع الكيرفتشر بتاع النيدل وتخش فين؟ يا كرانيالي يا كوداليش. ماشي، اول ما دخلت النيدل، دخلت النيدل جوه الابيدرور سبيس، اتاكدت ان هي جوه الابيدرور سبيس. تاني حاجه بدخل فين؟ الكاستر، الكاستر بتاعتي ديت انا بيبقى من بره قايس المسافه اللي الكاستر هتمشي فيها. يعني انا عايز مثلا كمثال هدخل الكاستر وعايز اخضر كرينياليش، اخضر ايه كرينياليش، الكاستر دي تمشي اكستندد ايه كرينياليش. كرينيال فين يا دكتور؟ لحد مثلا اللاس ثوراسيك والفيرست لامبر. باجي من بره كده بقيس المسافه من بين اللامبو ساكرام لحد فين؟ لحد ال 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 تي 13 والال 1، واعرف المسافه دي كام مثلا 10 سم 15 سم 20 سم، بحسبها بحسب. وبعد كده وانا بدخل الكاستر بحاسب مسافه الكاستر قد ايه، طول طول الكاستر قد ايه. كويس، طيب دخلت الكاستر، بعد ما دخلت الكاستر خلاص بقى كونتر انديكيتد ان انت فورورد اوكي، تدخل النيل الكاستر قدام اوكي، عايز تسحب الكاستر والنيل موجوده كونتر انديكيتد. يعني ايه يا دكتور؟ انا بدخل الكاستر كده ولقيت الكاستر بتاعتي الطول بتاعها اطول شويه. كويس، فعايز ارجع بالكاستر ورا شويه، ارجعها ورا شويه. عارفين لو انت سحبت الكاستر كده ده لورا والنيدل موجوده نيو دايركشن نيدل، ايه اللي هيحصل؟ التيب بتاعت النيدل، التيب بتاعت النيدل هتقطع الكاستر. طب بعد ما قطعت الكاستر، قطعت الكاستر بقت الكاستر جوه فين؟ في الابيديورال سبيس. طب ايه يعني؟ تخيل كده لو في كاستر جوه الابيديورال سبيس بيعتبر ايه؟ كفورم بودي، حتى لو هي الماتيريال بتاعتها انرت بس كفورم بودي جاي جوه ده. فلازم وانس ان انا دخلت الكاستر جوه عن طريق الابيديورال نيدل او نيو دايركشن نيدل، كونترا انديكيت ان انت ايه وذرول للنيد للكاستر وزاويه النيدل. عايز بقى ان انت تغير المكان تشيلهم، لازم تسحبوا الاثنين ايه مع بعض. ماشي، عشان انت تغير المكان تسحبهم مع بعض وبعدين ايه تدخل تنش، تدخل الابره ايه تنش. كويس، طبعا زي ما بنعمل كل مره ان انا دخلت الابره نيو دايركشن نيدل في الابيدورال سبيس، اتاكد ان ما طلعش في النيدل ايه سيرفو سباينال فلويد. لو طلع سيرفو سباينال فلويد معناها ان انا دخلت فين؟ في السب اراكونويد. او لو طلع بلاد، لو طلع بلاد يبقى انا دخلت فين؟ في اعتبر كده بحقن انترافينس، في 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 الفينس ساينس جوه موجوده سواء في السب اراكونويد او في حوالي السباينال كورد، لو دخلت فيها جواها يعتبر بحقن ايه انترافينس، مش بحقن ايه ابيديورال سبيس. ماشي، ده كده ستيب باي ستيب ازاي ان انا طبعا حددت المكان اللي هو فين؟ لامبو ساكرال، لامبو ايه؟ لامبو ساكرال. كويس، دخلت النيدل اللي هي دي مين؟ يورين دايركشن نيدل. بعد ما دخلت النيدل واكدت بالهانجن دروب تكنيك ان انا فين؟ في الابيدرال سبيس، بدخل بعد كده الكاستر، دخلت فين؟ الكاستر. بعد ما دخلت الكاستر وعرفت مسافتها او مكانها فين، بسحب فين النيدل وتفضل الكاستر ايه؟ في مكانها. تسحب تفضل الكاستر فين؟ epidural catheters are indicated for analgesia and anesthesia. ده فيديو كده يوضح لنا ازاي الكونتينوس ابيدورال انالجيزيا، كونتينوس ابيدورال انالجيزيا. طبعا دي الادوات اللي احنا بنستخدمها لازم في يونت دايركشن نيدل، لازم في الكاستر اليونت دايركشن نيدل. التوي نيدل هاز ا راوندد اند نيدل ولها ستايلس، شوف الاتجاه البوينت بتاعتها، البوينت بتاعتها كويس
لازم البوينت بتاعتها تبقى ايه على وان سايد. البوينت بتاعتها ايه وان سايد وان ايه وان سايد ما يدركش ايه دي. طبعا ده بنعمل كونتينوس انجيزيا في دوب حيوان تبع تبع تحت سيديشن او انجيزيا او حتى جرا انجيزيا طبعا الاستنر ريكامبنسي والتو بوس هايند ليم اكستندد ايه فورورد زي ما شايف كده. باجي هنا بالتو تو فينجرز احدد مين كده حددت تو وينج بتوع الاليم والسام والاندكس اجيب فين البوينت البوينت فين اللي بين اللاست لامبر لاست لامبر والسكرا ادي البوينت اهو يبقى كده صوابع اتنين ده السام والميدل على التو وينج والايه صبع ده بيدور فين على الديبريشن اللي هو بتاع اللاست لاست ايه لامبر حددت اهوت باجي ايه اه خلاص خلاص ده ده السبانس بروسيس بتاعت اللاست لامبر باجي بالنيدل وادخلها قدام التيب بتاع الفينجر ده التيب بتاع ايه فينجر ده حد كده مثبت مكاني النيدل قدام التيب بالظبط كده كويس. طبعا اليون دايركشن نيدل الاتجاه بتاعها فين فين لقدام بتاعها فين قدام عدت كده جوه السبيس بين بين لاست كرانيالي وكودالي انتل ذا لومبو سيكونس بيس از ايدنتيفايد والسكرم حصل لها ادفانسمنت كده لحد ما ايه اخبط في الفلور بتاع الفيرتبرال كالم او الفيرتبرال كانال كويس خبطت كده وبعدين ايه عمانة بعد كده شايل مين الستايلر ده شلت الستايلر ده خلاص ماشي بعد كده بعد كده اجيب ادخل الكاستر قبل ما ادخل الكاستر طبعا لازم اكد ان في ان جوه جوه الابيدورال سبيس حاجتين يا اما هانج دروب تكنيك يا اما ايه لوس اوف ريزيستنس ممكن انا احقن بدل السوليوشن احقن هواء حقنت هواء كده ومفيش ريزيستنس حقن الهواء يبقى انا جوه فين الابيدورال سبيس الابيدورال سبيس طلعش عندي هو السيربو سباينال فلويد طلع معايا ايه بلط يبقى كده كده جوه فين الابيدورال سبيس يبقى الكاستر شوف طول الكاستر قد ايه بالنسبه لي طول الكاستر بالنسبه لي قد ايه انا عايز اخطط لحد مثلا ال L2 تاجي حد كده طول الكاستر من بره L2 وبعدين او مدخل الكاستر كده فين عايز اكستند التاني قدام محدد الطول بتاعها من بره دي فين حد هنا كده اه عرفت ان انا كده بعلم المكان ده او اكتر بقى قدام خالص بقى ايه بطول الكاستر الكاستر دي ماشي معايا لحد المكان اللي انا عايز اعمل فيه انسيزي اعمل فيه ايه انسيزي كاستر كده عن طريق الريون دريكشن نيدل قلنا الاتجاه بتاع الريون دريكشن فين فين فورورد او كرينيالي داخل الكاستر كده بتمشي جوه فين جوه الابيدورال سبيس بتمشي جوه جوه لحد ما اللينس بتاعي بس جواها اللينس بتاعي ايه خلاص وقفت لحد كده ده اللينس اللي انا محدده او اكسيدنت اللي قدام كده لحد اللي انا الطول اللي انا عايزه بالظبط ماشي Once a catheter has been placed at the desired location, the inner wire stylet is gently removed. بعد كده ده الستايلت بتاع الكاستر الستايلت بتاعت ايه الكاستر ماشي بشيل الستايلت بتاعت ايه الكاستر is also removed. تبقى الكاستر كده ايه stabilized gently خلاص. at the skin entry site during this ماشي. process or at the end of the hub of the needle. خلاص حددت المكان بشيل بقى النيدل كيرفولي كده بسحب النيدل the catheter is left long if it will be used for anesthesia النيدل الكاستر فين مثلا جوه فين الابيدورال سبيس shorter at this point in time ماشي طبعا الكاستر دي ممكن اعمل لها ستوبر كده من قدام catheter is inserted into the specially designed lure adapter طول الزياده بقصه طبعا مش عايزه كويس والاستوبر ده بركبه كده الاستوبر ده بحيث ان عن طريقه ان انا ايه اعمل انجكشن بركب الاستوبر ده واضغط عليه بحيث ان ده يعتبر كده ده الهب بتاع النيدل اكنه زي الهب بتاع الايه خلاص عايز اثبت بقى عايز اثبت الكاستر ديت في مكانها ما تتحركش طبعا ده فلتر بتركب على الهب بحيث ان انت السوليوشن طبعا بنحن جوه في الديورال سبيس لازم السوليوشن تبقى عن طريق انجكشن عن طريق فلتر عشان التعقيم اعلى طاقه ده كده زي باتر فلاي تو وينجز كده تحط على الكاستر وبعد كده بخيطها بالبرزه من يمين والشمال عشان الكاستر لبره ولا تخش ايه جوه سريعا واحده الناحيه دي واحده الناحيه دي عشان اثبت مين الكاستر عشان مثبت الكاستر
عن طريق الكاستر دي بعد كده بحقن بقى السوليوشن بتاعتي كل مثلا ساعتين كل ثلاثة على حسب ما انا عارف ان الانستيزيا عندي او الانالجيزيا خلاص دي هتنتهي بعد مثلا ساعة ساعتين، بعمل ريبيت التاني ايه انجكشن بالكونتينوس ابيديورال انستيزيا بسبب بعد كده الكاستر ماشي بحيث ما تحركش ايه من مكانه. Antibiotic ointment is placed over the skin entry site, followed by sterile 4x4s, and a water repellent dressing is placed on the outer edges. This can be stapled in place if this patient is to be going to surgery as a temporary dressing, and then once surgery is completed, this dressing will be changed since it frequently gets wet with irrigation. Catheter can be passed cranially so that the anesthetist is able to give additional drugs during the surgery. Permanently secure this catheter, several tape tabs are placed over top of the catheter. These tape tabs are designed to create a stress loop so that if any kind of tension is placed on the catheter, it's not placed at the skin site, but is placed on these stress loops. These tape tabs are either stapled or sutured in place. Once appropriate stress loop has been created, the remainder of the catheter is coiled underneath the dressing, triple antibiotic is applied, followed by sterile 4x4s, and either elasticon or other water repellent dressing is stapled to the skin to hold everything in place. ده كده سريعا الكونتينوس ابيديرال انشيسيا. قلنا ممكن ندخل الكاستر عن طريق اللامبوساكرال او عن طريق ايه فيرس كوكسجيل فيرس انتر ايه كوكسجيل ايه سبيس ماشي. ده تاني تكنيك دومينستريشن في الاكواين مكان في اللامبوساكرال كليبنج. طبعا بتعمل كليبنج وشيفنج ديس انفكشن وتخدير فيلين في السبكوتينيوس. بعد كده بدخل النيدل دخلت النيدل وبعدين بدخل الكاستر بعدين بثبت الكاستر ايه في مكان. طبعا دي عشان لو في عندي كونتينوس بين للحيوان فلازم ان انا كونتينوس بين ده ان انا اقلله بان انا بحقن ابيديورال انجيزي ابيديورال ايه انجيزي. دي الادفانتج بتاعه الابيديورال انجيزيا ان ده اكستندد ايه انجيزيا ماشي فور لونج تايم او ريبيتد ايه انجكشن ريبيتد ايه انجكشن خلاص. الكومبليكيشن بقى اللي ممكن تحصل اللي ممكن يحصل ميس دايركشن الكاستر ماشي. الكاستر دي انت مثلا اكستندد لقدام حصل في منها تينتنج او حصل منها بينتنج لمكان تاني كويس. ده ممكن يحصل كومبليكيشن. الكومبليكيشن الثانيه اللي هو شيرنج اوف كاستر. يعني شيرنج اوف ان الكاستر حصل لها كاتنج. حصل لها ايه كاتنج. قلنا بيحصل لها كاتنج ازاي من الشارب تيب بتاعه اليون دايركشن نيدل. ممكن ان انت بتحرك الكاستر والنيدل موجوده يوم هي قطع الايه الكاستر. رقم ثلاثة ان يحصل اكلوجن الكاستر. اكلوجن فين الكاستر زي ما اي حد بيركب كانولا كده والكانولا ممكن يحصل فيها ايه اكلوجن. يحصل فيها ايه اكلوجن خلاص. دي ممكن يحصل كومبليكيشن بالنسبه لي. بشكركم على حسن استماعكم للمحاضره. طبعا المحاضره ديت فيها جزء نظري تفهم لكن بيكمل الجزء النظري ده جزء عملي ضروري جدا 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 لان انت الدخول الندر الابره محاولتك ان تدخل الابره وان تعرف انت في الابيديورال سبيس وان تحقن وتشوف الكلينيكال ساينس على الحيوان مهم جدا. ان شاء الله تابعونا في الحصص العمليه للتكنيك ده نشرحه بالتفصيل كعملي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.